بنوب ايه؟ لا وبتيجي بتحكي لي عن العيلة. لك انت عم تبتز اخوك بالتسجيل مشان تستولي على بنته، مو هيك؟ شو عم تحكي انت وتخبص؟ ولك اصلا انت كل همك يكون كل شيء لك وحواليك واحد اناني. انت ما عرفت قيمتها غير لبعد ما هي قلعتك. لك يا غبي، عم بقول لك رح يعيش وما يعيش هنية. لا انت غلطان كثير، هن ما رح يعيشوا معك مثل العالم والخلق. سعيد اطلع برات البلد. لك يا فهيم، انا ما قلت لك انه ما بدي سافر. طبعا بدي سافر، بس بدي رفيف ولبنى يسافروا ويعيشوا معي هنيك وخلصنا. ليش ما عم تفهم؟ ها شوف، انا اذا بدي اطلع برات البلد او بدي فوت على السجن هلا، هالشي بايدك انت. ولهيك اذا بدك روح بسرعه وعطي هالتسجيل للشرطه، ماشي؟ بس اذا اخذته للشرطه وقتها رح افهم انه انت مو همك تحقق العداله، همك ما اخذ لبنى. وساعتها عن جد رح امحيك من جواتي وانسى انه الي اخ. ايه أنا ما بقدر دبر حالي غير بالضيعة، بس أنت فيك تعيش بأي مكان بدك إياه، الكل بيحترموك وبينعمل لك حساب. هلأ عم تشتغل رايق، بكرة بتشوف البنات رح يتخانقوا عليك لأنك تستاهل. عم تضحك علي؟ أصلاً أنت معناك عارفان قيمة حالك. سعيد، ليش هيك وشك؟ مين هذا اللي ضربك؟ هيبة معلش تتركينا لحالنا، بدي احكي شوي مع لبنى. شو صاير بوشك؟ يلا احكي لنا شو القصة. ما في شي، خلص يلا تعي بدي اياكي. خليني نضف لك جرح وبعدين منحكي، يلا تعي. طيب رح اقفل الباب مشان ما يفوتوا زبائن. حقي بيك، سعيد بيك اجا لمحل الجاتو واخوه على الكورنيش. ايه تمام، انتو خليكن ملاحقينه يا ابني. كرت الذاكره مع اخوه لسعيد وضروري كتير ناخده منه. ليك اسمع لقلك، لا تشلق الدنيا عليك لما بتاخد منه الكرت، يعني خلي القصه تبين مثل اي سرقه عاديه. ايه وهذا اخوه لسعيد صار وكيل نيابه، اوعكن تعملوا لي شي قصه معه. ها ماشي، فهمت يا بيك، لا تقلق. نزيل اعمل لك حوصة برا وشوفه. أهلين هبة. ألو أمير، وينك أنت؟ شوفي أنا على الكورنيش. ماشي استناني عندك، أنا جاية. تمام هبة، رح تلتقى مع أمير. رح نلحق. الجرح لسه عم يوجعك؟ لا لا لا،
خلص لبنى بكفي. استنى دقيقتين ومنخلص. لوين رايحة؟ أنا السكر خلص، رايحة أشتري كليان وأجي. هادي بدك تعيشي معي؟ ايه. وانا بولدك وحد شرف، راح اسعدك واسعد بنتي وراح اعيشكن احلى عيشه. بس انا لازم اختفي لفترة صغيرة، وبهالوقت انتي لازم اطالع جواز السفر لإلكن. شو صار؟ من هلأ تخليت عني وعن بنتك؟ أصلاً انت هيك على طول بتضل ماشي ورا اللي رافضك ليقلك ايه، وهلأ لأني قلتلك خلص بدي أعيش معك صرت مستعجل وبدك تروح. انتو لو عندكن جواز سفر كنا من زمان ركبنا الطيارة ورحنا. لبنى اسمعيني، أنا ما معي وقت غير لبكرة، بس خلص لبين ما تطلع جواز السفر رح أتخبى بشي محل، لأنه بصراحة الوضع كتير خطير وما بدي حدا يشوفني. شوفي أنت بس تخلصي شغلة الجوازات رح إجي لهون فورا باخدك ومنسافر. إذا حياتك بخطر خلص روح من هلأ، لا تاكل همنا، نحن مندبر حالنا بأي شكل ومنسافر لعندك. مستحيل اتخلى عن عيلتي كرمال حياتي انا. خلص مثل ما قلت لك، حاولي تطلعي جواز السفر بفتره غيابي، وبعد اسبوع مثل هذا اليوم رح اجي مشان اخذك، وكمان بدي احاول اخذ ورق تسجيل رفيف من امير، وبعدين كلياتنا منسافر. ماشي؟ اتفقنا؟ ماشي. تمام. أمير، لك وبعدين معكم انتو شو عملتوا ببعض؟ جروح سطحية إذا ضمدناهم بيطيبوا وبيمشي الحال. يا ريتني ما قلت لك شي من الحكي اللي سمعته، عن جد أنا ندمان كتير لأنه أنتوا ضربتوا بعض بسببي. ما أقول كل هالقد بتحبها للبنى ومتعلق فيها؟ خلاص اتركهم، شو ما بدهم يعملوا يعملوا، اللي بده إياك ما بيتخلى عنك. إيبا اللي صار ما دخله بالحب. ماشي، بصراحة مو جاي على بالي يحكي بهالموضوع، وحابب اتمشى لحالي شوي. برأيي تروحي على البيت وترتاحي، الجو بارد، قومي. We'll be right back.